طيب اول حد هيتسال هبه. ازيك يا هبه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. كله كويس؟ الحمد لله. طيب قولي لي، تقولي لمامتك ايه؟ اولاد ان بحبها كده، ان هي الظهر والسند. الظهر والسند، ايه الكلام العظيم ده؟ اتفقنا الماتش اللي فات ان انت هتقدمي لنا حاجه الماتش ده. وانا قد الاتفاق. وانت قد الاتفاق وانا جاهز. مش انا بس، انا والجمهور والمشاهدين جاهزين. هتقدمي لنا ايه؟ هقدم لكم مسرحيه اسمها الجمهوريه الجديده. مسرحيه اسمها الجمهوريه الجديده. اللي في واحد فيها كان بيتنمر عليا، واحده بتقول لي معلش بتزعليلي. اتفضلي. ليه كده؟ هو الدرجات دي شايفيننا مختلفين قوي عنهم؟ هما حكموا عليا منين؟ هما شافوا انا اقدر اعمل ايه؟ انا جوايا احلام كتير، شايفة بكرة بيا باللي زيي. ربنا خلق كل عبد ورزقه 24 قرد كاملين، ما بتعب اخد حاجة اكتر من غيره. تعبنا من اسماء العدل، مش معقول هيديني هدية موهبة وحلم من خير ما ابقى عالم اني اقدر اعدي اي عقبات. اضف حلمي وده معناه بيتحقق. وعايز اقول كلمة، انا متيأس. تيأسي من ايه؟ دع الايام دفع المدتاؤه، وجب نفسا اذا حكم قضاؤه، ولا دكت على حدثة الليالي، فما الحوت في الدنيا بقاؤه. تمام؟ تمام. إجابة صحيحة 10 نقط. لا ده 20 نقطة مش 10 نقط. اللي كتب الشعر ده للإمام الشافعي. للإمام الشافعي، وأنت عارفة إنها الإمام الشافعي. بالظبط كده. لا ده أنا مستعدة أديها 20 نقطة مش 10 نقط. لسه البوستة ما عندهمش نقط. عايزين ناخد الجوكر ولا إيه؟ أنت بتسأليني أنا؟ قولي لي، عايزة الجوكر؟ أكيد. جوكر؟ دوس على البازر. أول 20 نقطة البوصلة، خلي بالك أنا قلقان. لا بتقلقش. 50-50. والسؤال هو، في أي محافظة مصرية يوجد معبد الكرنك؟ فكري. الأقصر. طب ايه اكبر معبد في مصر؟ انت خلاص خدتي 20 نقطة. مبدئيا اجابة صحيحة. تمام. الحمد لله البوصلة بقى معاهم 20 نقطة. الحمد لله. منقذ يعني. الحمد لله. قولي لي، اكبر معبد في مصر ايه؟ هو الكرنك. يا ولد برافو 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 عليكي برافو عليكي. يعني برافو عليكي.